أنا كمصور أول ما سمعت الإعلان عن هذه المسابقة صراحة هي كانت فرصة حقيقية، لأنه أنا من فترة طويلة يعني كنت أفكر في الانتقال للإنتاج عبر هاتف الجوال لأسباب كثيرة، منها نحن كمصورين أحيانا ما بنجد الفرصة إن نحمل معداتنا أو الكاميرا في أي مكان، عليها قيود كثيرة، عليها تحديات كثيرة إنك تحمل كاميرا وتتجول، يعني موضوع صعب شوية. فكون التحدي إنك بالهاتف الجوال تنتج مادة تستحق يعني أنها تكون مثل الكاميرا أو مشابهة للكاميرا يعني، فكان تحدي حقيقي. فأنا اخترت الدخول للمسابقة أولاً للتحدي إنتاج مادة وثائقية أو إخبارية أو غيرها من المواد تكون مشابهة للإنتاج الذي يكون بالكاميرات والمعدات الحديثة. أصعب ما يكون اختيار اللقطات المعبرة، يكون في خيارات كثيرة لكن اختيار اللقطة الأمثل شوية صعب، يعني كل ما تختار لقطة بتقول لا دي أحلى، شبه خلصنا الفيلم. وأعتقد إن شاء الله إنه يكون من المراتب الأولى إن شاء الله. فيلم يعكس قصة جميلة ورسالة معبرة. أهلا بكم في حفل ختام مهرجان الخرطوم الدولي للسينما الموبايل في دورته الثانية. فلاح بلاد الضوء، السلام في مدينة السلام. صراحة سعيد جدا أن أحرز المركز الأول، وكل التوفيق للشباب، وأعتقد أن كل من شارك في هذه النسخة الأعمال جميلة بصراحة، الأعمال كلها جميلة وتستحق أن تفوز، وكل فائزين كونه يعني الشباب أتيحت له فرصة كهذه للمشاركة وإرسال هذه الرسائل عبر الفن يعني في التصوير، فالكل فائز إن شاء الله. بصراحة أعتقد أنا مهرجان الخرطوم الدولي للسينما الموبايل فرصة حقيقية للشباب لإرسال رسائل عبر الفن، والفن هو يعتبر لغة الشعوب، فأتت الفكرة من هنا لإخراج أو إنتاج فيلم وثائقي بعنوان السلام في مدينة السلام. صراحة الفكرة أتت أن السلام هو النواة الأساسية بث الاستقرار ومن ثم التنمية والتعمير، وهو الشيء الذي يحتاجه السودان في هذه الأيام. فوجدنا نموذج حي في منطقة جنوب الخرطوم تدعى مدينة السلام، وكان يتجسد فيها قيم السلام، وهي بصراحة هي يعني كانت تبث كل القيم، السلام هناك والترابط والوحدة والتنمية، فكانت نموذج صراحة لكل السودانيين الاقتداء به لبث قيم السلام ونشره ومن ثم التعمير يعني والاتجاه لهذا المنحنى. أطلق النسخة الثانية التي انتهت هذا اليوم بتوزيع الجوائز على الفائزين في 4 مسارات: المسار الأول الأفلام الوثائقية، مسار ثاني الأعمال الدرامية، مسار ثالث التقارير الإخبارية وهذه حملت اسم الراحلة شيرين أبو عاقلة، ومسار أخير هو الصورة الفوتوغرافية. أعتقد أن مهرجان خرطوم الدولي بهذا الإقبال الواسع، أكثر من 500 عمل في المسارات المختلفة، أعمال مميزة للقاية، التنافس على أشده، على 20,000 دولار تم رصدها لجوائز الفائزين في هذا المهرجان. الجميع يمتلك موبايلات هذه الأيام، فهذه فرصة حقيقية للجميع أن يشارك. أدعو من هنا المشاركة في النسخة القادمة الثالثة، وإن شاء الله التوفيق للجميع.